السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في احد الاسئله المحرجه اللي جت وهي ان كتب البيم غاليه فبندخل بندخل على امازون بالله غاليه وصعب نشتريها واحنا لسه متخرجين نفس القصه دي حصلت لي يعني بس الحمد لله دلوقتي آه ما شاء الله بما ربي قامت بجهد كبير جدا في تعريب حاجات كتير جدا وترجمه وكتابه مقالات من خلال الخبره العمليه لناس كتيره ما شاء الله آه يعني نحسبهم على خير ولا نذكر الله احدا فما شاء الله هتلاقي فيها مقالات معماري وانشائي وكهروميكانيكال وفي كذا كتاب اتعمل وفي بعضهم صدر وبعضهم لسه هيصدر فان شاء الله اتمنى تكون بيم ارابي غطت الجزء دوت يعني عملت حاجه بسيطه جدا في, يعني في, في تقليل الفجوه اللي بيننا وبين الغرب على قد المستطاع وان شاء الله نقدر نعمل حاجة افضل باذن الله ولو عزت اي كتاب كلمنا على الخاص حاول اجيبه لك لما بنشر حاجة على العام للأسف يعني ممكن الحساب بتاعك قفل وجات لي حاجات زي كده فممكن على الخاص يعني نقدر نتكلم في حاجة زي كده ونشوف ازاي اقدر اخدمك باذن الله